يحكي التاريخ من أمد بعيد بالرسم والفن والألوان أن المنيا عروس الصعيد، نسعى لأن تكون عاصمة الصعيد الرياضية. نحو تحقيق هذا الهدف تشرق شمس هذا الصرح الرياضي، استاد المنيا الرياضي، مشروع متفرد ضخم طال انتظاره، وجاء تصميمه المتفرد ثمرة التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والوحدة الاستشارية الهندسية بكليات الهندسة جامعة المنيا. صمم مشروع استاد المنيا الرياضي على غرار الاستادات العالمية، رعي فيه المواصفات العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما رعي فيه الاشتراطات التأمينية القصوى لكل من الجمهور واللاعبين وكبار الزوار. صمم الاستاد على مساحة موقع عام تقارب 23 فدانا. شمل التصميم مرحلتين من التطوير، جاء في المرحلة الأولى إنشاء جسم الاستاد وإعادة تصميم الموقع العام بما يتناسب مع المشروع الجديد والخدمات والطرق التي تلزم لخدمته، مع توفير مساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات. وبالمرحلة الثانية من المخطط إعادة تأهيل الملاعب الموجودة وإنشاء مدرجات لها، مع إنشاء مجمع للإسكواش ومسجد ومنطقة معارض مفتوحة، بالإضافة إلى مجمع خدمات للرياضيين ومول تجاري ونادي صحي. تأتي كتلة مبنى الإستاد على مساحة تزيد قليلاً عن 32 ألف متر مسطح، شاملة الملعب الرئيسي بأبعاد دولية ومضمار مجهز للألعاب الأولمبية، محاطاً بمدرجات مغطاة تسع حوالي 20 ألف متفرد. يحاط المضمار بنفق بعمق 3 أمتار يفصل بينه وبين كتلة المدرجات لإنارة الفراغات تحت منسوب الملعب، كما يعتبر عائقاً يحول دون وصول المتفرجين لأرض الملعب. مع وجود أول صف لمقاعد المتفرجين على ارتفاع يزيد قليلاً عن 5 أمتار من أرضية الملعب، يزداد هذا العائق قوة مع دراسة دقيقة لزوايا الرؤية لجميع المتفرجين لضمان رؤية واضحة. بأسفل المدرجات يقع 5 طوابق بدروم وأرضي و3 أدوار علوية، بالإضافة لمستوى آخر يعلو المدرجات سكنت فيها عناصر البرنامج المعماري للمشروع بمساحة متوسطة حوالي 12 ألف متر مسطح للطابق الواحد. يمر حول المبنى طريق يخترق الأدوار الأرضي والأول في الأماكن المستهدف فيها حجب هذه الطرق بكتلة المبنى بهدف تأمين المداخل. لموقع الإستاد مدخلين رئيسيين على الطريق الزراعي جهة الشرق، تم استغلال هذان المدخلان في دخول جمهور جميع الدرجات مع الفصل التام بين مسارات الحركة لهم وعدم تقاطعها، بدءا من بوابة الدخول على السور الخارجي. لظروف الموقع تم حل هذا الفصل باختلاف مناسيب الدخول لكل درجة عن طريق إنشاء كباري تبدأ من البوابات الرئيسية لجمهور الدرجتين الثانية والثالثة بجناحيهما الأيمن والأيسر، مع استخدام كبار الزوار وجمهور الدرجة الأولى واللاعبين لأرضية الموقع العام. بالنسبة للشكل الخارجي، فقد جاء التصميم المعماري للإستاد مستخدما كتلة وواجهات عصرية حديثة تضاهي الإستادات العالمية ومعبرة عن تطلعاتنا لمستقبل مشرق يتجه بمصر للحداثة. إنه حلم خطى خطواته الأولى نحو التحقق، فتحية لكل من شارك في تحقيقه. وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الحبيبة مصر تحت شعار تحيا مصر.